يا جماعه ما حدش فكر ابو العلا ليه؟ عايز ارد. ما حدش فكر ابو العلا ليه؟ ما حدش فكر يا كابتن خالد كله ما حدش فكر في ثانيه. محمد محمد الشناوي ده يا جماعه زي ما قلنا ان ده تمهيد من يوم كان محمد ابراهيم كان هنا مع احمد شريف وطلع هاجمنا انا وانت كابتن خالد من يوميها كل المواصفات اللي في الدنيا اللي هو مين اللي كابتن عصام عبد المنعم فهو انا اول مره اعرف ان الافضليه عشان طويل كان مثلا الشناوي احمد الشناوي قصير قصير يقول لك الافضليه الدكتور طه اسماعيل ما فكرش اقسم بالله لو اتعدى التاني في ثانيه يعني على طول ما فكرش يعني إيه وبعدين ايه يا عم الحضري ده خلاص بقى ايه اتناسى خلاص يعني كل سنه طيب ما انا بقى بص يعني هو عشان انا ضد طوله انا ضد ان انا احكر على راي بني ادم خلاص كابتن اسماعيل خبير وبتاع تمام. هو دي وجهه نظره تمام. لكن ممكن نناقش الموضوع تمام احنا ما بنحضرش على بس الحق بس كابتن احنا جايبين يعني عشان اقول ايه انت لا قول بس يعني حلل انت حللتش. ما هو معلش. اول ما اقول يعني لما تسالني انت مين احسن اقول لك احمد الشناوي طب انا اقول لك حاجه اقول لك حاجه دلوقتي كابتن اسماعيل ايه اهلاوي محمد فضل ايه اهلاوي سيف زاهر ايه اهلاوي تمام طيب انت ايه زملكاوي وانت ايه زملكاوي وانا ايه زملكاوي لو انا قلنا احمد الشناوي يبقى احنا ايه زملكاوي ولو هم قالوا احمد الشناوي يبقى هم ايه لا احنا مش بنعمل كده لا مش كده لا هو لسه تبص له كده لكن انا اناقش في حاجه ثانيه بقى ما اناقش في الراي اناقش كابتن طه اسماعيل ده ايه خبير ايه خبير رياضي محلل خبير بقى له قد ايه بيحلل الكوره كتير 20 سنه ليه محمد الشناوي هو اسر ما كان في بتروجيت يعني محمد الشناوي كان طويل في بتروجيت برضه هل طول اكتر مراحل الاهلي هي دي اللي انا اقولها يعني هل مثلا زاد 10 سم مراحل الاهلي ولا هو فضل زي طوله لا حلو هنا بقى السؤال انا كخبير تحليلي وبتفرج على الدوري وبحلله بقالي 3 سنوات عندما ارى محمد الشناوي في بتروجيت يقول يا نهار ابيض على الموهبه دي يا نهار ابيض على الطول والجسم والشخصيه دي ايه يا جدعان يخرب بيتكم المنتخب فين من محمد الشناوي بتاع بتروجيت كان بيروح فين محمد الشناوي كان بيروح ينضم لمنتخب مصر رابع. طيب كوبر ضمه على فكره كوبر ضمه كان ناجي. ايه احمد ناجي اللي ضمه احمد ناجي ضمه ما هو في كوبر لا كوبر. بس هو احمد ناجي بيحبه رابع بيحبه رابع لماذا لم يلعب وهو في بتروجيت حد شجره انه لعبه لا هنا هل الموهبه تغيرت هل اللعيب قصر او طول هو نفس الطول لا هو واخد ونفس الموهبه ونفس القدرات ونفس الاوفر اللي بياخده اللي اوفر اللي هياخده في بتروجيت هو الاوفر اللي هياخده في الاهلي بل بالعكس في بتروجيت كان يتعرض ممكن يكون ذات خبره مشوار تافه لا ده بتروجيت اكتر لا طول اسمعني بس كان في بتروجيت يتعرض لهجمات اكتر كور اكتر واختبارات اعلى وكده لكن هنا بقى السؤال حد يقول لي ايه لا ده ما هو راح الاهلي خد خبرات قبل ما يلعب في البرتغال فقط هو لعب في البرتغال ولعب مونانا جابوني واخطا في الهدف الثاني بتاع مونانا اللي هناك تمام لم يلعب محمد الشناوي اي مباراه دوليه او مباريات افريقيه طيب قويه مع الاهلي طيب يبقى التقييم ده منين يا كابتن خالد لعب خد بالك لعب في البطوله العربيه وكان ولم يكن ناجح تمام وشريف اكرامي رجع تاني فهنا السؤال انا بقى بقول لك يا خالد غندور انا بقول لك محمد الشناوي حارس كويس جدا اقسم بالله محمد الشناوي حارس ممكن يلعب في كاس عالم ممكن ما يلعبش يعني مش وحش حارس مش وحش حارس هو الحضري كويس حد يا كابتن الحضري كويس بس سنه والرشاقه والمرونه الناس تتكلم لا مفيش سن لكن انا اللي هنا السؤال بقى اللي انا بقوله لك بقى اللي انا بقوله لك انا كمحلل كروي ان انا مثلا اقول ايه حسين الشحات ده طول عمره ده لعيب جامد فاهم قصدي لعيب جامد فما ينفعش بقى اما يروح الاهلي قلت بقى جامد قوي ده طول ايوه ده بقى هنا انا ده اللي نناقشه لكن ما نناقشش في رايك انت عايز احمد الشناوي انا عايز لا مش عايز هو عايز محمد الشناوي لا احنا بنحلل احنا بنحلل ما تخش نيته لا بنحلل لا بنحلل ما انت تقول انت ما فكرش لا ايوه طبعا طب الله لا انت هو مستني طب اقول يعني حتى اقول يجي في دماغ الحضري يجي مش عارف ايه لا والملاحظه الملاحظ بقى مش بنحلل هو قال نمره 2 لعواد يعني ولا 2 ولا 2 ولا الحضري ولا احمد الشناوي ده هم يعني مش يا استاذ احمد انا بتكلم ان احنا نناقش ليه دلوقتي الموضوع بقى كده يا كابتن خالد ليه احمد ناجي ما لعبوش من زمان يا كابتن خالد ده كان لعب ماتش واحد والكابتن عصام عبد المنعم جه هنا وقال لك هو جون كاس العالم كان ساعتها بقى ايه يا سيدي هو حر كان ساعتها هو ايه طب عايز اسال سؤال يا جماعه بعد اذن حضراتكم محمد الشناوي بس عشان الناس ما انا بتضايق عشان الناس هتفتكر ان موضوع زمالك واحد محمد الشناوي حارس مصري طبعا ف
لو لعب في كاس العالم كلنا في ظهره وعايزينه يبقى احسن حارس في الدنيا اكيد مش ويصد كور من كافاني والسواريز. القصه مش قصه كده، القصه قصه كيف يتم التحليل. هل بالانديه ولا بالمستوى ولا بالطول ولا بالقصر ولا بالنادي اللي بلعبه؟ هو ده هو تقييمنا للموضوع. يا كابتن خالد انا بحس الموضوع ده رزق والله العظيم. والله هقول لك على حاجه. طب اقول لك حاجه، ربنا بيحب محمد عواد. لا يعني احمد الشناوي اصيب، لا ده هو ربنا لا اراد انه ما يروحش كاس عالم لسه. بقول يعني شكلها حاجه غريبه كابتن خالد، لكن ده ممكن يكون نصيب محمد عواد انه يروح. ربنا مش عارف ايه اللي في حاجه غريبه انا شايفها. في 2006 استاذ احمد كان عبد الواحد السيد كان هيقف واتصاب ولعب الحضري، ودلوقتي اتصاب الشناوي برضه هيلعب الحضري. لا والاخر مره برضه كان احمد الشناوي اللي بيلعب، كان بيلعب وبرضه كده في قصدك جامايكا يعني؟ جامايكا. لا الحضري، الحضري قولا واحدا حيلعب. افضل حارس في تاريخ طبعا مصر طبعا، افضل حارس طبعا في طبعا. لا حارس عظيم، وهو الاول ان هو في كاس العالم.